يا سلام، مسكين سلام، كان هو الضحية لهالفيروس الأرضي. وجع لي قلبي، تخيلوا أخوي يموت ويقول لي إنه مو براضي عني. قديش الكلمة جوعت أوجعتني، واللي وجعني أكثر بعد ما لامني وعاتبني قال لي أحبك. أنا حرمته من أشياء كثير، لكني كنت خايف عليه، كنت أبي يطلع قوي مثل جحدر، أبغى يطلع شرير، أبغى يكون قائد مركبة 60 يوم في يوم من الأيام، لكني شكلي ضغطت عليه. يا سلام، لكن كل هذا سبب الفيروس الأرضي، يعني أهل الأرض سلهب مات بسبب أهل الأرض. خلاص أنا طفح الكيل عندي، أنا انجنيت، ما أشوف قدامي إلا دمار، ما أشوف قدامي إلا الأرض وهي تتمزق، الأرض وهي تنهرق، الأرض وأهل الأرض هم يكونوا أشلاء انتقاما لأخوي. أنا جاي، ماني خايف، ماني خايف. جحدر، كيف حالك؟ وقتك مو بحلو، ها؟ وقتك مو بحلو. طب أنت وراك، أنت معصب كذا. طب أنت عشان ارجع، عشان أنا ترى جاي، أنا برضه معصب، بس أنا يعني بحاول يعني أكبح عصبيتي اللي فيني يعني. إيش عندك؟ ها؟ إيش عندك؟ قل. يا ربي، أنا بدي بصير قوي، بصير أقول أسمع صح. بس بقول بلفل، اسمع شوف، يعني انا وانت بين اتفاق يعني، بس انا عرفت من فضائي انك تمشي انت بكره، فيعني انا حبيت اقول يعني تعرف احنا بيني وبينك اتفاقيه، ويعني وش حصل عليه يعني عشان اجهز اموري معك، يعني انا بروح معك ولا بروح، يعني عشان انا اعرف انا الى اين يعني، بس يعني بس قصدي اعرف التوجه يعني عشان انا انظم اموري يعني. دبور. نعم. انت كل تفكيرك في الاتفاق اللي بيني وبينك. ايه يعني عشان انا عارف ان انسان انت العهد والموثيق يعني الاتفاق الذي بيننا، يعني انت وقعت وانا وقعت، يعني عشان الاجراءات اللازمه لاتخاذ اللازم فيما يتطلبه الامر. يا معونين. نعم. جيب الاتفاقيه اللي بيني وبين دبور. اسمعوا كلام جحدر، ايش فيك انت؟ جيب الاتفاقيه. جيب الاتفاقيه. قم انت، قم جيب. هل هذا معك؟ يعني وينه؟ عشان ترتيب الامور يا استاذ جحدر، انا عارف ان انت انسان ما شاء الله يعني تحب الوضوح في الامور المهمه جدا، فيعني افتحها. يعني ترى انا يعني انا حتى يعني اقول ان انت ما شاء الله يعني. طبعا انت يعني راح اجهز اموري ولا وش يا جحدر؟ دبور. سمت. لا يكثر هرجك. طيب يعني هذا الاتفاقيه تحكي عنها؟ اي هذا اتفاقيه يعني. يا استاذ جحدر، يعني نعم. هذا الاتفاقية؟ إيه هذا اتفاقية. هذه؟ إيه. من اليوم رايح. إيه. ما بيني وبينك أي اتفاقية؟ لا أنا ولا أنت ولا فضائي ولا كل أهل الأرض. ليش معصب؟ أنت قطعت الاتفاقية يعني، تعبت أنا الفترة راحت، تعبت يعني ما يصير. اسمع، ما يصير الكلام هذا يعني. انت شوف يعني انت عارف الموضوع ده اتفاق، يعني كيف كذا يعني؟ نسيت؟ انا جحدر راس الشر، واليوم يوم الانتقام من الارض، كل علاقاتي معهم انقطعت، ما في خط رجعة. اليوم يوم الانتقام لأخوي سلهم. انتقام لسلهم. انا اوريك. دبور يدبرها. دبور اصلا ما يخاف منك، اصلا ما علي منك، اصلا انا ماني خايف منك اصلا. يلا يا معونين، خلاص يلا للمدينه.